إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم الأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. الفلوق ديال اليوم الإخوان، هاد البركة إن شاء الله جمعنا إن شاء الله غادي نكسبوها إلى سخر الله حتى العيد. أنا الإخوان أولا قبل كل شيء يعني دا خروف مازال ما نفطومش على مو، خروف مازال مول في الحليب، يعني صراحه هذا هو اصعب خروف وهذه اصعب وقيته عنده هي هاد. وتوكلنا على الله والله يسخر الجميع ونطلبوا من الله تيسير ودعوا معنا الاخوان. بالنسبه للاخوان باش الخروف ما يتردعش والخروف يمشي في صحه جيده ويمشي في النمو ديالو مريقل، ضروري خصهم التحصينات، ضروري خصهم الدواء، ضروري. هنا الاخوان الدواء اللي خدينا ضروري من الخل والتلقيح، بارفاكا الاخوان تلقيح اللي درنا لهم، راه عطيناهم شويه ديال الفصا وعطيناهم حتى الحجره المعدنيه. الخرفان هما هادو الاخوان، توكلنا على الله والله يدير الخير. هنا الاخوان غادي نثبتوا الكاميرا ان شاء الله باش الخرف اللي شديناه نلقحوه ونديروا ليه التشراب في نفس الوقت ونرشموه، نرشموه بصباغة حمراء باش الخروف اللي درتي ليه تلقيح وشربتيه ما تعاودش عاوتاني تعاود ليش عاوتاني مرة ثانية. ندعيو معنا الإخوان اللهم يسر. تحياتي سي عبد الإله، نخليكم الإخوان مع تتمة الفيديو، يعني غنمشيو خروف خروف واحد واحد والله يدير الخير ودعوا معنا الاخوان. ان شاء الله هاد لي فلوق ان شاء الله اي جديد غادي نبدا نشاركوه معكم. بالنسبه للاخوان السيستم اللي غنتمشاو عليه ان شاء الله غادي نشاركوه معكم، وتنشكر الناس اللي عطاونا معلومات. صراحه كيما قلت لكم الاخوان هاد الخروف الصغير راه شويه صعيب، الا فرطتي فيه غير واحد شويه يتردع، الا تردع راه صعيب باش غادي يكبر. كاين غادي يكونوا بعض الاخوان يقول لك اودي خروف ما غاديش يوصل للعيد وهذا. حنا الاخوان نمشيو غير على المده اللي تجوز فيها الاضحيه هي 6 شهور، خروف خصو يكون فايت 6 شهور. هاد الخروف الاخوان راه صغير فيهم عنده شهرين ونص، شهرين صغير كاع نقولوا صغير، التالي كاع تكون عنده شهرين، شهرين على 5 شهور راه هي 7 شهور. من هنا 7 شهور ان شاء الله الى سخر الله راه غادي يكون خروف مليح تبارك الله. نتمنى من الله التيسير اللهم يسير. تعليقاتكم الاخوان تهمنا، واي استفسار مرحبا. شو شيك ما بقي شو واحد شو؟